عامله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله يا حبيبي. مالك يا أنس؟ معلش يا أميرة مش قادر أتكلم دلوقتي. خليني أدخل بس أقلع كده وأغير هدومي وأجيلك. ماشي يا حبيبي مستنياك. ما بتردش عليا ليه يا انس؟ خير يا نجوى فيها. انا بكلمك عشان اقول لك بلاش تبوظ حياتك وشغلك بسببي. ارجوك ما تربطش جوازي من جلال باي مصلحه ليك معايا. تالي الكلام ده ملوش لازمه. انا خدت قراري خلاص ومش هرجع فيه. هو انت ليه مصمم تصعبها عليا وعليك يا انس؟ معلش كده احسن لينا كلنا. خليني اقول لك حاجه اخيره برضه عشان اريح ضميري. اعتبريها نصيحه ويا ريت تاخدي بيها. ابعدي عن جلال حرب. ما طردتيش نفسك معاه اكتر من كده. ما وردتش نفسي في ايه؟ في كل حاجه، سواء مستوى الشغل او المستوى الشخصي. جلال حرب حواليه كلام وحش كتير جدا، والكلام ده لو اتاكد هيروح في 60 داهيه. يا انا مش قادره اصدق للدرجه دي الغيره عمتك يا انس. غيره؟ انت فاكره اني بقول لك الكلام ده عشان غيران منه؟ انا مش غيران من حد يا نجوى. كذاب وكذبك مفضوح. انت ما بتشوفش نفسك لما بتشوفني قاعده معاه ولا بتكلم وياه؟ والله لو هتاخدي قلقي وخوفي عليكي بانه غيره تبقى فهمتيني غلط. واضح اني فعلا فهمتك غلط يا نجوى. افهميني، ما تخليش السكينه تسرقك اكتر من كده. حاولي تراجعي روحك كده وانت هتشوفي الحقيقه بنفسك. وفر نصايحك لنفسك يا انس. انا كبيره وعقلي يوزن بلد واعرف اختار لنفسي كويس قوي. واذا كنت زمان غلطت واخترت غلط صدقني كبرت خلاص ومش هغلط الغلطه دي تاني. يا خساره يا نجوى، تخيلي ندمتيني انا اتكلمت معاكي. وانا اسفه جدا ان انا اتصلت بيك عشان اساعدك.